أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في توقعات أحوال الطقس بربوع المملكة لنهار اليوم الأحد. غادي تمارس سحب عابرة كثيفة مصحوبة بأمطار أو زخات مطرية متفرقة فوق المرتفعات وسهول واقعة غرب الأطلس أم المحتمل حتى غرب الواجهة المتوسطية، وغادي تظهر سحب غير مستقرة مرفوقة بأمطار أو زخات مطرية عاصفية ومحلية فوق المرتفعات، وغادي تمتد نحو شمال شرقي للبلاد وسفوح الجنوبية الشرقية. عدا ذلك غادي تظل الأجواء قليلة سحب إلى غائمة جزئيا. بالنسبة لدرجة الحرارة الدنيا غادي تتراوح ما بين 8 و 12 درجة بالمرتفعات، وما بين 16 و 20 درجة بالشمال والوسط، وما بين 21 و 26 درجة بالجنوب. أما درجات الحرارة العليا فغادي تكون في انخفاض فوق السفوح الجنوبية الشرقية والجنوب الشرقي، في حين غادي تبقى دون تغيير مهم بباقي المناطق. بهذا كنكون وصلنا معكم لختام النشرة الجوية، كنشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.